هل في اشتراطات على طول وعرض المسابح في المباني السكنية؟ الإجابة لا، لا يوجد اشتراطات أو أي اشتراطات لطول وعرض المسابح في الوحدات السكنية. في حال كان هناك بروز أو تجويف زجاجي في الواجهة، يبقى في حال كان هناك بروز أو تجويف زجاجي في الواجهة لا يوجد أي اشتراطات لطول وعرض المسابح في الوحدات السكنية، لا يوجد أي اشتراطات لطول وعرض المسابح في الوحدات السكنية.